ازيك يا هاني؟ الحمد لله تمام. هو ايه اللي في وشك دخلته؟ ده ماسك يا ابن اختي، بشرتي بيضة قوي، قلت اما اسودها من عيون الناس. المهم انت خلصت تعليم ولا لسه؟ انا في رابعة كلية دلوقتي، ان شاء الله اخر سنة. طب يلا اتجدعن عشان تكمل نص دينك. لا نص ديني ايه، لسه بدري. ولا بدري ولا حاجة. وانت ناوي تعمل ايه بعد الكلية؟ هشوف الاول موضوع الجيش وبعد كده اكون نفسي. سلفتي اللي جنبين ابنها راح يقدم في الجيش، خد عفة. والله يا بخته، عبالي لما اطلع زيه. بس الجيش كان شرط علي ان امه اللي تستلم الشهادة. سألتها ليه ما رديتش تقول، تعرف ليه؟ ليه؟ أنا بسألك تعرف ليه؟ مش عارف، بس ممكن عشان أبوه متوفى ولا حاجة فهي اللي استلمتها. لا ده أبوه عايش وزي الحصان. أنا كان نفسي جوزي يبقى زيه. بس طالع مكسر مش عارفين لمين. وبعدين أنا أول مرة أعرف إن الست بتستلم شهادة ابنها في الجيش. الكلام ده لو حقيقي يا هاني يبقى خلينا استلم لك الشهادة. ده انا خالته حبيبتي. وانت بتسأليها كان وشها باين عليه الزعل؟ زعلانة ايه، اسكت. ده موزعة جزاي بيبسي اللي هي ب15 جنيه الاصلية، وبتزغرط وتقول ابني خد الشهادة الحمراء. بتحسسني ان ابنها خد شهادة نوبل وابن اختي مش عارف ياخدها. انت مالك؟ لا مفيش، زورت. سيبك بقى من الموضوع ده، ايه رأيك في بنتي؟ رأيي في ايه بالظبط؟ رأيك فيها؟ لا يا شيخ، انا مفكرش في الموضوع ده دلوقتي، وبعدين بنتك لسه صغيرة. لو شفتها دلوقتي بقى ايه، عروس. عروسة؟ ليه بقى؟ هي عندها كم سنة دلوقتي؟ انا اخر مره كنت شايفها كانت في 5 ابتدائي. لا هي دلوقتي بقى تانية اعدادي. يا سهير، انت يا بنتي يا سهير يا بنت. هو النور قطع ولا ايه؟ لا يا ابن اخت، احنا بنضلم الشاشه علشان تدخل. بتحسسني ان جون سينا اللي داخل. And his name is John Cena. كيف دخلتي يا غالي؟ وانا مش جايله لك يا بت، ابن خالتك جاي وكتر في الرج. لو على الميكاب خرب بينك تعير اكتر من كده. خلاص بقى يا جماعه ما تكسفونيش. وفي حد غريب يا بت، ده ابن خالتك وهيبقى جوزي. مش هنقرا الفاتحه بقى ولا ايه؟ هنقرا طبعا. مش هنقرا ليه؟ ويا ترى سهير حافظه الفاتحه؟ ليه، ما انت هتقراها مرتين، مره ليك ومره لي. هي 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 دي بتهزر. قومي يا بنتي وقعدي جنب ابن خالتي جنب وسطي. حاضر يا امي، والله ما انا مزعلاكي. لما بتلمسني يا ساتر يا رب، وبحس معاك. نزل ايدك يا بنت، انت هتتدلعي عليه من دلوقتي. انت بتزعجي ليه يا ابما؟ انت عارفه ده مين؟ انا مش طماع، انا عايزه فيلا في الساحل، وعايزه عربيه بي ام دبليو حديثه، وخاتم الباص. خاتم ايه؟ الباص اللي هو بيض وبيلمع. بس كده؟ بقولك يا خالتو، والنبي ما تجيبي 50 جنيه، امشي بقى مصاريف الكليه الاسبوع الجاي. ليه يا اخويا؟ هو انا خلفتك ونسيتك؟ انت بتتكلمي معاها كده ليه يا مارا؟ مارا مين يا بنت؟ ده انا امي. صحيح، ما خدتش بالي. على العموم انا هقضي الشهر العسل في روسيا، هقعد 4 سنين ومش هكمل الشهر وهاجي. 4 سنين والشهر لسه ما خلصش؟ ليه، هو الشهر كام سنه؟ الشهر 30 يوم يا جاهل. امي انا هصرف نظر عن الجوازه دي. وده ليه بقى؟ بيني وبينك
أنا بصيت نفسي في المراية لكن نفسي مش شبهه، أنا استاهل واحدة أقل منه. عين العقل والله، أنا قلت لأمك كده من الأول. السلام عليكم. بس طفش يا بنت الموكوسة، في حد بيرفض هاني؟ والله يا ما أنا كنت عايزة أتكل عليه، هحط الرش ده كله هدي تاني والنبي استهالي يا وش الفجر.